طريق الله منهاج لمن في هديه ساروا، فلا زيغ ولا عوج ولا بدع وأفكار. كمشكاة لها نور كما في الكون أنوار. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه، وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، لازلنا معكم ومع هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم لا، لنقول مرة أخرى تتمة للموضوع الذي كنت أتحدث فيه في الحلقة الماضية، لنقول جميعا لا لقطيعة الآباء، لا لقطيعة الأمهات. سبحان الله القدير، بعض الناس يتساءل ويقول في نفسه: ماذا سيعود علي من ثمرات ومن فوائد إذا بررت أبي وأمي في هذه الحياة الدنيا؟ وماذا سيحيق بي من عقاب ومن آلام في حياتي وبعد مماتي إذا فرطت في بري بأبي وأمي وإحساني إليهما في هذه الحياة الدنيا؟ طبعا لا شك أيها الأحبة في الله أن ثمرات بر الوالدين وفوائد الإحسان إليهما في هذه الحياة الدنيا عظيمة جدا وكثيرة جدا، لكن تعالوا بنا في هذا اللقاء لنقف على بعض هذه الثمرات وتلك الفوائد. هل تعلم أخي في الله، هل تعلمي أختي في الله، أن برنا بآبائنا وأمهاتنا في حياتنا الدنيا يزيد في أعمارنا ويبارك بسببه في أرزاقنا؟ سبحان الله القدير، يعني الواحد منا إذا بر أباه وأمه في هذه الحياة وأحسن إليهما وعاملهما بالمعروف ورعى مصالحهما إلى آخر هذه الأمور يزاد في عمره. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يزاد في عمره، يبارك في رزقه. يا سبحان الله القدير، يعني الإنسان ممكن يكون عمره مثلا 40 سنة، وبسبب بره بأبيه أو بأمه يصبح عمره 60 سنة مثلا أو 70 سنة أو أكثر أو أقل. هذا هو وعد حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من سره أن يمد له في أثره وأن يبارك له في عمره فليبر والديه وليصل رحمه. إذا أردت يا عبد الله أن يمد لك في عمرك وأن يبارك لك في رزقك، ما عليك إلا أن تبر والديك في هذه الحياة الدنيا، وفي المقام الآخر المتصل به أيضا أن تصل أرحامك. هذا موجود في حياتنا؟ نعم موجود في حياتنا. روى أبو نعيم رحمه الله في كتاب الحلية، روى عن طاووس ابن كيسان عن أبيه أنه كان هناك، يعني في زمن من الأزمنة التي كان فيها بنو إسرائيل، كان هناك رجل له 4 أبناء. هؤلاء الأبناء الأربعة كانوا عاقين لهذا الرجل إلا ولد واحد من بين الأربعة. لما مرض هذا الرجل في كبره قال الأبناء فيما بينهم: من يمرضه ويتنازل عن إرثه؟ يعني إذا أراد أن يمرضه يمرضه لله. فقام هذا الولد واقترح هذا الاقتراح. إخوته قالوا له: أنت صاحب الاقتراح وانت عاملين فيها يعني المحسن في زمانك، خلاص شيل انت الليلة، يعني قم انت بهذا الاب في مرضه وفي كبره، اما نحن فلا. فاذا مات الاب وزع ارثه علينا، وانت خلاص انت عملت لله عز وجل، لا تريد من ورائه شيئا. طبعا هذا الكلام فيه نظر من الناحية الشرعية طبعا لا شك، لكنهم اتفقوا على هذا. المهم انهم اتفقوا على هذا، والولد قام على رعاية ابيه رعاية كاملة، رعاية كاملة، سبحان الله القدير. حتى إذا مات الأب ووزع المال على هؤلاء الأبناء العاقين لآبائهم المفرطين في بره والإحسان إليه في حياته وقبل مماته، نام هذا الولد الصالح، هذا الولد البار بأبيه، في ليلة من الليال فسمع هاتفا في المنام يقول له: اذهب إلى مكان كذا وخذ دينارا، يعني ستجد هناك دينارا من الأموال. فقال لمن يتحدث معه: أفيه بركة؟ قال: لا. فلم يذهب.
جاءه في ليلة أخرى قال اذهب إلى مكان كذا وخذ 10 دنانير أفيها بركة؟ قال لا، فلم يذهب. اذهب إلى مكان كذا وفيها 100 دينار أفيه بركة؟ لا، فلم يذهب. جاءه في المرة الرابعة وقال اذهب إلى مكان كذا وخذ 2 دينارا. فقال في نفس في للهاتف هذا الذي يتحدث معه في منامه، قال له أفيه بركة؟ قال نعم. فذهب في الصباح فوجد 2 دينارا، أخذ هذا 2 دينار ودخل إلى السوق فاشترى حوتين يعني سمكتين 2 دينار وعاد إلى بيته، فتح بطن كل سمكة فوجد فيها ضرة من الجواهر الثمينة جدا يعني. أخذ هذه الضرة وذهب الضرتين وذهب بهما إلى هنا وإلى هناك، فعلم الملك بهذه الضرتين فطلبهما فأعجب بهما إعجابا عظيما جدا. وفي نهاية القصة أن هذا الشاب باع الضرتين لهذا الملك 90 حمل من الذهب. تخيلوا، يعني أصبح أغنى أغنياء زمانه وأثرى أثرياء زمانه بسبب دينار واحد. أقول ليس الدينار هو السبب، وإنما السبب أنه بر أباه برا عظيما جدا، ولم ينظر إلى متاع هذه الحياة الدنيا، ولم ينظر إلى تفريط إخوته، ولم يقل في نفسه خليني مثلهم، يعني لماذا أتعب أنا ولماذا. لا والله، وإنما عمل العمل لله عز وجل، فكان الجزاء وفاقا وكان الجزاء من جنس العمل، فبارك الله تعالى له في رزقه حتى وإن كان قليلا. سبحان الله القدير. المباركة في الأرزاق والزيادة في الأعمار جاء نصها هنا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أهل العلم تحدثوا عن مسألة تسمى أو تعرف بالقضاء المعلق. ما هو هذا القضاء المعلق؟ القضاء المعلق أن يقول الله تبارك وتعالى لملائكته انظروا إلى عبدي فلان، فإن بر والديه ووصل أرحامه فزيدوا في عمره كذا. هو في الحقيقة أيها الإخوة في الله، عمر الإنسان منا محسوم ومكتوب عند الله عز وجل في علمه الأزلي في اللوح المحفوظ، والله تعالى يقول في كتابه يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فالقضاء المعلق هذا الملائكة تتابع هذا العبد فيقولون يا رب إن فلانا عبدك فلان قد بر والديه ووصل أرحامه وفعل من الأمور الطيبة في هذه الحياة الدنيا، فيقول الله لهم زيدوا في عمره 20 40 100 أو يعني على هذا النحو يعني. فعمره الأصلي ثابت موجود عند الله عز وجل، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ثم يزاد في عمره وينقص من عمره على حسب أعماله في هذه الحياة الدنيا. هذا ما فهمه أهل العلم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. حتى المباركة في الأرزاق سبحان الله، تستطيع أيها البار بأبيك وأمك مثلا أن ترى هذا في حياتك أو في حياة الناس من حولك، فيمكن أن ترى رجلا بارا جدا بأبيه وأمه، ورجلا آخر عاق لأبيه وعاق لأمه، فتجد العجب العجاب. ممكن الإنسان البار هذا العمل الطيب يشتري ثوبا مثلا، نفس الثوب يشتريه العاق في نفس الوقت، وربما يخيطان نفس الثوب عند نفس الخياط أو الترزي ونفس الخامة ونفس كل شيء. هذا ثوبه يبقى عنده سنوات ينتفع به، والآخر بعد أسبوع ولا 2 ولا شهر يتمزق الثوب بأي سبب من الأسباب ويضيع على صاحبه مثلا يعني. هذا يشتري دابة، يشتري سيارة، وهذا يشتري نفس السيارة بنفس المواصفات بنفس الموديل بنفس الهيئة بكل شيء. هذا الله تعالى يبارك له في سيارته فتبقى عنده سنوات وسنوات تعمل بفضل من الله عز وجل، والآخر ربما يصيبها العطب أو حادث أو غيره بعدها بأيام وينتهي أمرها والعياذ بالله. وهكذا إذا مسألة البركة هذه مسألة مهمة جدا. الأرزاق في حياتنا وفي بلادنا كثيرة جدا، لكن البركة قليل. مشكلتنا في قضية البركة التي يجعلها الله تبارك وتعالى في رزقه الذي رزق به عبدا من عباده، سواء كانت زوجة، كان ولد، كان مال، كان علم، كان متاع، كان أي شيء من متاع هذه الحياة الدنيا. الله تبارك وتعالى إذا نزع منه البركة أو قلت فيه البركة لم ينتفع بها صاحبها على النحو الذي يحب ويرضى، هذه الحقيقة. ولذلك قضية بر الوالدين وفي الجهة الأخرى قضية عقوق الوالدين
هما بالفعل أيها الأحبة في الله، وعن تجارب واقعية عشناها ورأيناها في حياتنا، بالفعل تجد من يبر والدي الله تبارك وتعالى يبارك له في رزقه، ويبارك له في عمره، ويبارك له في صحته، ويبارك له في ولده. وعلى الطرف الآخر الذي يعق والديه، لا شك أنه سيبتلى في حياته ابتلاء شديدا جدا، إن عاجلا أو آجلا، لسبب واحد ألا وهو عقوق الوالدين. برك بأبيك وأمك يا عبد الله يجعلك أيضا مستجاب الدعاء، سبحان الله القدير. يعني مجرد أنك أنت تحسن إلى أبيك وأمك، الله تعالى يستجيب دعائك ويلبي نداءك أناء الليل وأناء النهار. وكلنا يعلم ما ذكره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن أويس القرني. أويس القرني لم يكن من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هو عاش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا زاهدا عالما كبيرا من أهل اليمن، إلا أنه لم يحظى بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، فيعتبر من التابعين هذا الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى المسلمين، وكان منهم عمر، إذا لقي أحدهم أويس القرني يطلب منه أن يستغفر الله له، يعني يقول له ادعي لي، استغفر الله لي، لأنه عبد صالح. وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بماذا يا إخوة؟ قال كان بارا بأمه، كان بارا بأمه. إذن بر أويس القرني بأمه كان سببا في كونه مستجاب الدعاء. وذلك كان سيدنا عمر يسأل الوفود التي تأتي خاصة من أرض اليمن، أفيكم أويس؟ أفيكم أويس؟ أفيكم أويس؟ حتى جاء أويس في رحلة من الرحلات والتقى به عمر وطلب منه أن يستغفر الله له وأن يدعو الله عز وجل له، وذكره بما سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل ذلك لماذا؟ كل ذلك لأنه كان بارا بأمه كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. إذن قضية استجابة الدعاء هي مرهونة أيضا عباد الله بقضية مهمة جدا، وهي بر الوالدين في هذه الحياة الدنيا. برك بآبائك عبد الله بسببه يبرك أبناؤك في حياتك وبعد مماتك. قال عليه الصلاة والسلام بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، لأنه عبد الله كما تدين تدان، كما تدين تدان، والجزاء وفاقة. فإذا بررت أباك وأمك في حياتهما أو حتى بعد مماتهما، رزقك الله تعالى بذرية صالحة تعرف لك مكانتك وتقيم لك قدرك وتبرك وتحسن إليك وتتعامل معك بالرحمة والمعروف الذي أمر به رب العالمين عز وجل. هذا كله يكون لك في حياتك إذا بررت والديك في هذه الحياة الدنيا. أما العقوق لا يأتي والله إلا بالعقوق، إن عاجلا أو أجلا. العقوق لا يأتي إلا بالعقوق، فليحفظ كل منا هذا عباد الله، فليحفظ كل منا هذا. يعني تتقف على بعض القصص الواقعية التي قرأتها أو حكيت لك أو حتى رأيتها بعيني رأسك، تجد سبحان الله كلام النبي عليه الصلاة والسلام يتحقق في حياتنا تحققا مباشرا، يعرفه الكبير والصغير والقاصي والداني، لا يخفى على أحد. قرأت أن أحد الناس في ميدان، أو في بعض البلدان يسمونه دوار، في وسط بين عدة شوارع، يعني في مدينة عربية، في صبيحة يوم استيقظ الناس في هذا الميدان على شاب قوي فتي يمسك برجل شيخ كبير ويضربه ضربا ويلطمه على وجهه. الناس جمعوا طبعا وأنكروا إنكارا شديدا على هذا الشاب، لأن هذا فعل مشين، فعل لا يليق ولا يجوز أصلا إن شاب يضرب رجلا كبيرا في السن على هذا النحو على مرأة ومسمع من الناس في ميدان عام يعني. فالناس يعني تجمعوا وأنكروا عليه، وكان من بين الناس الذين حضروا ساعتها واحد من الشرطة يعمل شرطي يعني. فالناس قالوا اتصرف معه، فأمسك الولد من يده ومن ثيابه وجره إليه جرا عشان يأخذ هناك في مركز الشرطة مثلا يتحقق معاه، كيف تضرب هذا الرجل في ميدان عام أمام الناس؟ ليه؟ إيه الموضوع يعني؟ والرجل الكبير يمسك بذيل ثوب هذا الشرطي وينادي عليه ويقول اتركه، دعه،
لا تؤذه، لا تأخذه معك. الناس استغربوا جدا، ورجعوا الشرطة رجع له مرة ثانية قال له أنت بتدافع عنه، مش هو اللي ضربك أمام الناس وهو اللي عمل وسوى؟ قال له يا ابن اتركه لا تؤذه لا تؤذه، ويستحلفه بالله. استغرب الناس جدا وسألوه لماذا تفعل هذا؟ قال أتدرون من هذا مني؟ تعرفين من الولد ده؟ قالوا مين الولد ده؟ قال هذا ابني ولدي فلذة كبدي. وهنا استغرب الناس واندهشوا وقالوا هذا أدعى لأن يعاقب، يعني ده أنت أبوه كمان، هذا أدعى أن يعاقب. فقال لا دعوه، فوالله ثم والله منذ كذا وكذا من السنين ضربت أبي على وجهي في نفس هذا المكان، ربما تغيرت ملامح ومعالم المكان لكن في نفس هذا المكان أنا ضربت أبي على وجهي في صبيحة يوم على مرأة ومسمع من الناس. فردت إليه بعد سنوات، ردت إليه بعد سنوات بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. تعال خذ على الجانب الآخر الطرف الآخر، عقوا آباءكم تعقكم أبناؤكم. سبحان الله القدير. ولذلك كنت طلعت أيضا قصة جميلة جدا وواقعية أيضا، إن أحد الشباب في سفر حمل أباه وكان شيخا كبيرا على جمل وسافر به زمان، فكان كلما يعني احتاج الأب إلى طعام أو شراب أو راحة أنزله الولد وأجلسه وأطعمه بيده وكذا، حتى جاء وقت قضاء حاجته أراد أن يتبول يعني، وجلس على الأرض وكانت الأرض ملتهبة من شدة الحر في الصحراء، فإذا بهذا الولد يبحث عن شيء يضعه تحت أبيه حتى يبرد له الأرض، فلم يجد فوضع يده على الأرض حتى لا تصل حرارة الأرض إلى جسد الوالد الكبير في السن. وساعتها هتف أبوه قائلا يا ولدي سبقتني في هذا. فاستفسر الولد يعني إيه سبقتك في هذا؟ قال سافرت مع أبي وكان كبيرا في العمر في سفرة في يوم من الأيام، فكنت أفعل له ما تفعل معي، كنت أصنع لأبي ما تصنع معي، إلا هذه أنت سبقتني فيها، هذه لم أفعلها معه. سبحان الله القدير. هكذا أيها الأحبة في الله، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. كثير من الناس تجلس معاه يقول يشتكي، يقول العيال تعبني ومغلبني وعاملين فيه ومسويين، فأنت تسأله تقول له طب يعني معلش أنا عايز أسألك سؤال، ولا يمكن تستحي تسأله، لكن هو لو جلس مع نفسه وفتش في سجل أعماله وأقواله الماضية وربما الحاضرة سيكتشف أنه عق أباه أو أمه في يوم من الأيام، أو أنه قصر معهما، أو لا يزال يقصر، أو لا يزال يقصر. فروح يبحث بعيد جدا عن أسباب، والسبب موجود أمام عينه، السبب موجود أمام عيني رأسه. ولذلك قضية البر بالآباء والأمهات قضية مهمة جدا، حتى الأولاد الصغار حافظينها وعارفين كويس جدا. لكن لا أدري لما بيبدأ الإنسان يكبر في العمر شوية، وخاصة لما يصبح عنده بيت وعنده زوجة وعنده أولاد، لماذا ينسى كثيرا من الناس هذه القضية بالذات؟ يعني ليه بينسى هذه القضية بالذات؟ أنت عايز تشوف مسألة الأب والأم وكيف حرصهم عليك وكيف تعبوا من أجلك؟ يا أخي أنا مش هقول لك روح انظر إلى أمك أو أبيك، يمكن أنت ناسي، يمكن ناسي. انظر حتى إلى زوجتك، انظر إلى نفسك كيف تتعامل مع أولادك، كيف رقتك على أولادك، كيف عطفتك على أولادك، كيف حرصك وخوفك على أولادك. كذلك كان أبوك وكذلك كانت أمك. هكذا أحد الناس في يوم من الأيام أخذ أباه وكان شيخا كبيرا في العمر وأجلسه بعيدا عن أولاده ساعة تناول الطعام. أصغر الأولاد في يوم من الأيام قال لأبيه يا أبتي لما تصنع هذا بجدي؟ قال ماذا أصنع؟ قال يعني جايب له إناء من الخشب كده، إناء تعبان وشكله كريه، وتضعه له في مكان كده في زاوية بعيدا ليأكل وحده، يعني لماذا لا يجلس معنا؟ لماذا لا يأكل من طعامنا؟ لماذا لا يتناول طعامه في آنيتنا؟ يجلس معنا على سفرة واحدة، على مائدة واحدة. فقال الأب رجل كبير وأخشى أن تتقززه من منظره ويأكل، يمكن يقع شيء من الطعام على ثيابه ولا على فمه، ورجل كبير في السن يعني، ولذلك أنا أخذته جانبا. فرد هذا الطفل الصغير وكان أصغر الأولاد وقال يا أبتي، حسنا يا أبتي افعل ما تشاء، فوالله لنفعلن بك ذلك حين تكبر، والله لنفعلن بك ذلك حين تكبر. لما تكبر في السن وتكون مثل أبيك
ونحن نكون مثل سنك سنصنع بك ذلك. هو الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فلينتبه كل منا يا عباد الله، قضية قضية خطيرة جدا. برك بأبيك وأمك يا عبد الله يكسبك شيئا مهما جدا، وهو دعوة والديك لك. الدعوة هذه غالية جدا على من يفهم ويعي ويستوعب. قال الله قال رسوله، دعوة الأب والأم لولدهما دعوة مهمة جدا. ما يستطيع واحد منا أن يقول أنا أستغني عنها، يعني أنا ما تلزمني في شيء. لا، دعوة أبيك وأمك دعوة مستجابة. قال عليه الصلاة والسلام 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، لا شك فيهن. دعوة الوالد، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. دعوة المسافر، ودعوة المظلوم، ودعوة الوالد على ولده. يعني أب أو أم يدعوان على ولدهما، في المقام الآخر أب وأم يدعوان لولدهما. هذه مستجابة وتلك مستجابة. خلي بالك، خلي بالك، يا من تنام في الليل قرير العين فاكر نفسك يعني خلاص عملت اللي عليك، وانت ظالم لأبيك وعاق لأمك وأنت تؤذيهما في حياتهما. احذر عبد الله أن تنام في الليل والليل ظلام والناس نيام وأمك قائمة بين يدي الله، أو أبوك سهران في الليل يتقلب على فراشه من شدة الأذى الذي أصبته به يدعو عليك أو تدعو عليك. احذر، خلي بالك. يعني احنا دايما بنوصي الأباء والأمهات ألا يدعوان على أولادهما لأن دعواتهما مستجابة. كذلك نوصي الأبناء أنك ما تكون سببا في جر البلاء على نفسك وجر الشقاء على نفسك أنك تجعل أباك أو تجعل أمك يدعوان عليك. ليه؟ بسبب أفعالك، بسبب أعمالك. فخلي بالك من هذا يا عبد الله، خلي بالك من هذا. فدعوة الوالدين مستجابة يا عباد الله، دعوة الوالدين مستجابة حتى وإن كان من وراء القلب كما يدعي البعض. تقول هذه دعوة من وراء قلبي، لكن الله تعالى لعله يستجيب هذه الدعوة. فلنحذر عباد الله من دعوتهما. سنعود.